الفن ديالك وتمشيت للمسيرة. نعم. مشيت للمسيرة عجبني الحال، بقيت نغني، بقيت نتفرج، كنت أنا قايدة المياه في الصحراء. نعم. وكنت نعطيهم الماكلة وفي العشية كنت أنا نحكم فيه. نعم. وكنا نغني وداك الشيء وعجب من الحال الناس. بقينا نمشي لواحد الساحة بعيدة من الخزانة ونغنيو. نغنيو خرجت تما، خرجت الغنية على سيدنا على الحسن الثاني. شتي كتقولي في هاد الأغنية؟ تأخرت على الأغنية على الحسن الثاني، تما عملوا لي مطربة. أييه تأخرت على الحسن، الله يرحمه ويوسع عليه مسكين. نعم. أييه تأخرت عليه واحد الأغنية، جوج أغنية تأخرت عليه. نعم. وتما عجبة من الحال. وما رجعتي للبلاد بقيتي كتغني؟ لا بقيت نمشي غير مصروقة. ماشي نمشي غير تفاصفة. نعم. إما نقول لها وليداتي صغارين خليتها نقول لها ماشي نقول لها مشي غنخدم. نعم. نخدم مع الناس. وانا كنت نمشي مسروقه وخايفه انا من العائله، كنت حشمانه من العائله. حنا عندنا العائله محترمه، في عندي 50 شريط. 50 شريط؟ 50 شريط نغمه وكاله. وهاد 50 شريط استفدتي منهم؟ لك عطيني 10000 20000 حلم. عطيني 10000 20000 بحال اللي كتعطيني مع شحال. 10000 تسجلي شريط وتمشي 10000 ريال. بحال 10000 ريال. 10000 ريال و20. لا كعطيني 20 كنت أشري العيد بها. إن أنا تبارك الله كله خدمت، أنا خدمت مع السريفي، تسجيل كنت نسجل مع الحصن العروسي بحال اللي أنا كنت معلمة تبارك الله. نعم. والحالة ديالي ما عندي ما نقول لك، الحالة ديالي قال له شنو عندك العطر، قال له كله شي على دار الحمر. أنت تشوف الحالة ديالي كيفاش اللي هي، وأنت تشوف حالتي مريضة في صمام هذا القلب، عندي محقوني. وجات الطبيبة قالت لي خصك دار 14 د المليون، قلت له لا ما عندي فيها نسيب، انا 14 د المليون نلقي العمليه للموت. للموت نموت ما قداش يا لاله، ما عنديش انا الفلوس باه 14 د المليون، انا بنجيبها ما قداش. ايوا وحالتي ما هي حالها، انت تشوف الما والو لي سقي لي والو، لا الما انت تشوف كي هود عليا مسما هما السما من الفوق من الطريق الما منين هذيك، نقول الليله ما نصبحش السين دار كل الما هود عليا من هنا، شكون باغي ينقذني ويعمل لي هذا؟ شكون باغي يوقف معايا؟ نبقى كنا في المخزن، المخزن هذا مشى عنده ما يديها شي تافيه. لا حول ولا قوة الا بالله. الشام الزازا خويا هي اقدم وحده في الفنانين هنا في من قديم، يعني مني خلقت انا جبرتها تقريبا فنانه هذه. نعم. يعني في السبعينات راه فنانه ومازال هي فنانه، ولكني والو ما باقي ساعه خوف، مازال هي الحاله ما هي حاله، السكنه ما عندهاش والفن ما عطاها شي حتى شي حاجه، اللي مشات معاه ما كديها فيها حتى شي واحد، وكيعبي ولا ديالها والله. انا خضر والشريبه كتجي تقدم من هنا، كتقضى على قدر، انت عارف دريوشه كتقضى لا تاع لا شي، خاصها غير درهم و30 و40 وكنصيبوا معها، خاصكم تهلاونا فيها. هذه الشريفه مزيانه والله يعمرها سلعه، وشريفه ديالنا ومزيانه وتهلا فينا ولاباس عليها والله يشافيها وتهلا فيها. الغنى ديالها مزيان اصيلي والغنى مزيان. سما الزاز عندها اغاني رفيعه ومشهوره، وكانت مع سي العروسي الله يرحمه، وراها نعمة سيدة واحد فنانة كبيرة، أغاني ديالها رفيعة ومشهورة وسميتو عليها والعالم كله كيسمع لها داخل الوطن وخارج الوطن. نعم. وكل شيء كيشجع وكل شيء كيبغيها. نعم. حتى أنا نبغي. أنا مريضة مريضة شي مار ما هو فيا، لا خاك لا بين عامي لا ميس مقدرش. نعم. أقلت معاناة كمل البيت ما قدرتش، لا خايل ابن عمي اللي ما يطول عليا، شكون يطول عليا؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.